اهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بكم مشاهدينا على قناه تاسعة في هذا الموعد الاسبوعي، موعد نهايه الاسبوع في لو غران ديبا. الليله الحصه باش تكون من نوع خاص على مدار ساعه ونص. علاش؟ على خاطر الاستحقاقات الراهنه لبلادنا امتيازيه باقتصاد تكليف السيدة نجلة بودن بتشكيل الحكومة التونسية يخليها أمام رهانات اقتصادية كبرى وكبرى جدا. اللحظة هذه كي نستحضروها، اللحظة الاقتصادية طبعا، نقول بيان البنك المركزي الأخير، نقول الوضعية المالية مالية العمومية عفوا، نقول الدين الداخلي والخارجي، ولا يقف الأمر هنا، بل نحكيه أيضا على منين مش نجيبوا الموارد للدولة، لخزينة الدولة التونسية، وشنية وضعية الاستثمار اليوم، التنمية، المنوال التنموي هذا يخول لنا نبنيه اقتصاد قوي ولا القدرة الشرائية للمواطن التونسي ماشية وتنهار، شنو الحلول لها وغيرها من المواضيع الليلة على طاولة النقاش في محورين أساسيين نحكيو على أسباب أزمة المالية التونسية وأيضا أي حلول ممكنة لإنقاذ الاقتصاد التونسي. بطبيعة ساعة ونص باش يكونوا حاضرين معايا مجموعة من الضيوف، هما على التوالي أحمد كرم رئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك، عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن اللاحقة الجامعي والخبير في قسم الدراسات الاتحاد العام التونسي للشغل، هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي وعضو اللجنة المالية سابقا، وأنيس مرعي زميلنا الجامعي والإعلامي المختص في الشأن الاقتصادي. فاصل ونستقبل ضيوفي بعد قليل.